نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما يحصل في مجالس الناس الخاصة والعامة من رواية للفكاهات والقصص بقصد التسلي بها، مع العلم أن هذه المرويات غالبا ما تكون غير واقعية وغير صحيحة، وحجتهم في ذلك أن السامع لهذه المرويات يعلم أنها غير صحيحة؟ نعم. المرويات والقصص الخيالية التي تنسج من الخيال ولا أصل لها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات، وهذا يدل على أنه حرام. فمن أتى بقصص خيالية محرمة، يعني ليست واقعة، من أجل أن يضحك الناس بذلك فإنه آثم ومتوعد بهذا الوعيد والعياذ بالله. ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له.